السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أجاوب على سؤال جالي، إزاي أنزل الكرش أو أخسس الكرش. أول حاجة حضرتك هنتبع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. طبعا الأطعمة هيبقى معظمها مأكولات بحرية وأسماك ولحوم حمراء، دي مفيش فيها دهون مشبعة. كمان في مشروبات، في مشروب بإذابة الدهون. أول مشروب معانا الليمون والكمون. حضرتك نغلي الكمون حبة كاملة وبعدين نضيف عليها، نعصر عليها الليمون. حضرتك المشروب ده طبعا هيبقى في أول اليوم، نقطتين ليمون مع نغلي كمان الكمون هو حصى، وبعد ما نغلي الكمون نضيف القشر الليمون على الكمون ونغطيه ونسيبه لما يبرد وبعدين ايه نشرب. في كمان مشروب تاني، ممكن حضرتك تشرب بس مية والليمون، مية وليمون من غير سكر. طبعا دي في وقت اول النهار. نهاية اليوم ممكن بعد العشاء قبل النوم ناخد جنزبيل معاها قطرات الليمون، حلو جدا برضو. في كمان مشروب الشاي الاخضر اللي حضرتك تفضله، المشروب الشاي الاخضر ده خليه بعد الوجبات. طبعا الجنزبيل ده هيبقى مسائي، الكمون هيبقى اول اليوم باذن الله. والشيء المهم كمان الرياضه، يا ريت نمشي كتير. المشي بينزل الميه السائل اللي في حوالين الكرش وكمان بينزل الدهون ومفيد جدا. المشي حلو قوي، هيقوي عضله القلب، يقوي المفاصل. فحضرتك الرياضه ومشروب الكمون والليمون والجنزبيل بالليمون بالليل وكمان الشاي الأخضر وتناول الخضروات. يا رب أكون أفدتكم، والسؤال اللي أنا رديت عليه. في كمان طبعا هيبقى النوم لساعات كافية، يعني يا ريت ننام نريح نفسنا خالص. في كمان عدم التوتر، في حاجات كتير أنا قلت معظمهم. ويا رب أكون السؤال أنا رديت عليه والإجابة مقنعة. شفاكم الله وعافاكم من أي مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.